تعال عايزك. وبعد يا بتال هي حاجة واحدة عايز أعرفها، جاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا عمي. حسن هو اللي كان عايز يقتل مروان، مش كده؟ أيوة يا عمي. وليه قلت غير كده؟ كنت عايزني أقول إيه؟ عايزني أشهد ضد جوزي؟ عايزني أقول إن حسن كان عايز يقتل مروان عشان تقتله؟ خفت، خفت على حسن يا عمي، خفت عليه منك. خفتي؟ خفت على حسن ولدي من أنا؟ أيوة خفت. أول حاجة خطرت في بالي خالي. أيوة يا عمي خالي، اللي خليك تعمل كده مع عشرة عمرك وأقرب الناس ليك، هتعمل إيه مع حسن لما تعرف اللي عمله؟ خفت على ابني يتيتم، كان سهل عليا إنك تعمل أي حاجة في مروان. مش هنكر، مروان مش جوزي ولا أبو ابني عشان أخاف عليه. أنا عارفة يا عمي إن اللي بقوله ده هيزعلك، بس هي دي الحقيقة. حقيقة إيه؟ أنا مش عايزك تفكري كده تاني خالص. غصب عني يا عمي. هيك فكرة إني ممكن أضر حسن أو حتى أذيه؟ ما أنت ضربته يا عمي وكسرت بنفسه قدام مروان. كان لازم يفوق. من ساعتها مش عارفة راح فين. أكيد عارف إن أنا عرفت، أكيد مش عارف يوريني وشه عشان اتكسر، اتكسر قدامي يا عمي. ما تزعلش مني يا عمي، أنت بتحب مروان أكتر من حسن. الكلام اللي بتقوليه ده، تنين ولادي، تنين في معزة واحدة، وما فيش حد يخاف عليهم كدي. بس ايه يا عمي؟ مش معقول يعني حضرتك يا عمي تبقى شايفنا كلنا غلط وحضرتك اللي صح. بتحب حسن؟ بحبه، مش ابو ابني؟ بتحبيه بس عشان ابو ولدك؟ لا يا عمي، بحب حسن عشان حسن، وعايزاه جنبي، وعايزاه يحس انك كمان جنبه وتديله فرصة. فرصة ايه؟ تخليه جنبك يا عمي وتحسس انه زيه زي مروان. ايه المشكلة يعني لما مروان يستريح شوية وحسن يسوق؟ حسن ما بقاش صغير، حسن يقدر يعمل كل حاجة ويقدر يعمل اللي مروان بيعمله. بس اهم حاجة يا عمي انك تخليه في ريحك، مش انت بتقوله هنا كده؟ طب انت عارف يا عمي، عارف هو عايز يسمي الواد ايه؟ وانت عرفت منين انه واد؟ واد يا عمي. عرفت منين؟ التاية يعني وهي بتكشف عليا قالت لي ان في شوية حاجات كده تدل ان اللي ببطنك ده واد. خلاص بقيت تصدق اللي بيتقال عندنا؟ وده زعلك؟ لا ما يزعلنيش. حسن كان عايز يسمي الواد ايه؟ عبد الله، مش كده؟ لا يا عمي، كان عايز يسميه عبد الحكيم. عبد الحكيم. استنى انا جايه معاكي. لا خليك انت. لا مش هسيبك لوحدي. يا زينب خلي يا بنت الخبر المنيل ده اقوله لها الصبح. صبح ايه بس يا ماما؟ هو خبر زي ده ينفع يستنى؟ ده انا لازم اقوله لها ودلوقتي حالا. زينب عندها حاجة، يلا بينا. يلا. وبعدين بقى